كل الناس عارفه النادي الاهلي دايما رائد في تجربه الجماهير لان النادي الاهلي بس في جماهيره ومفيش فيش رياضه ما مفيش رياضه في العالم كله من غير جمهور احنا اول ما سمعنا اللي في ورشه عمل والاتحاد المصري دعانا طبعا احنا جايين هو احنا سعداء كده محمود بالشامي اللي هو من الناس الموجوده مصطفى عزام هم حاكوا التجربه او على مستوى متطور شويه احنا النادي الاهلي التجربه دي من فتره والحمد لله احنا بنطورها وكان في لجنه انا هتخصص واخدنا موافقه مجلس اداره اللي احنا الفتره اللي جايه هنبدا نطرح جمهور أهلوي. الموضوع كله باختصار اه الامن ثم الامن ثم الامن الامن مش هيعرف يامن هي جماهيره الا في وجود قاعده بيانات كبيره العالم كله كده مش في مصر بس لو احنا ما التزمناش بده عمر ما هيرجع النهارده طالما انت رايح تشجع بتحط بياناتك بشكل موضوعي وبيانات صحيحه طالما طيب انا ما عنديش غرض مفيش حد في العالم بيخش استاد او بيخش منشاه او بيخش اي مكان الا اذا كان مؤمن 100% لان احنا بالنسبه لنا في كده يافطه كبيره جدا اسمها الامن اولا وهي منظومه انا قلتها قبل كده في خمس عناصر في عنصر اساسي دايما ده هو العنصر المساعد بتاعنا اللي احنا بنهاجمه اللي هو الامن لكن الاربع عناصر الاساسيه اولا وزاره الشباب والرياضه تاني حاجة اتحاد الكورة اللي هو الأب الشرعي الأندية كلها، الأندية المصرية الجمهور، لو الأربع عناصر التزموا بمسؤولياتهم وحددوا مسؤولياتهم الأمن هيساعد المجموعة دي كلها والجمهور ترجع بسلام